فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. وقد جعلها بعض أهل العلم أولى المنازل قبل التوبة، باعتبار أن الإنسان لا يتوب إلا إذا كان يقظا، أما النائم الغافي الغافل فلا يدري حاجته أصلا إلى توبة أو إلى شيء من ذلك. وصحيح أن هذا المعنى اللطيف الذي ذكروه سابق فعلا على التوبة وشرط واقعي لها، إلا أن ذلك لا يعني أنها منزلة تتجاوز فتنتهي، بل هي منزلة دائمة تصحب العبد قبل توبته وبعد توبته إلى يوم مماته، فليست في الحقيقة مرتبطة بمرحلة معينة من العمر أو من العمل، بل هي مرتبطة بالإنسان ما دام يلهج عقله بالكسب للخير أو للشر، فهو في حاجة دائمة إلى اليقظة، لأنه ربما استيقظ فتاب ثم غفل بعد ذلك ونام، فرجع عما كان عليه من الخير إلى ما كان عليه قبل من الشر والعياذ بالله. فالتوبة التي تحصل عن يقظة يجب أن تتأسس على هذا المعنى اليقظة، الذي يجب أن يبقى مقاما أو منزلة راسخة وحالا ينبض به القلب على كل حال. ومن هنا وجب أن يجدد العبد يقظته من حين لآخر، وأن يتفقدها تماما كما يجدد المؤمن توبته إلى الله. وجب أن تجدد يقظتك من حين لآخر، تتفكر في نفسك، أنت يقظ أم أنك من الغافلين؟ أم أن السنة أي الطرقة من النوم الخفيف تأخذك وتغفو فتزل من حين لآخر وأنت لا تدري؟ من هنا إذن كانت اليقظة من أهم المنازل ومن أرفع المقامات التي وجب على المؤمن أن ينتبه إليها وأن يحرص على ضبطها وأن يتتبع مظاهرها حضورا وغيابا، حتى لا يكون من الغافلين وحتى لا يكون من النائمين الذين إذا نسوا التفكر والتذكر ونسوا التفقد لحال القلب بين اليقظة والنوم دخلوا في سبات وهم لا يعلمون. واليقظة من حيث هي مقام أو منزلة مبثوثة معانيها في القرآن العظيم، مفاهيم المعنى مبثوثة في القرآن العظيم ومبثوثة في السنة النبوية، لكني أحببت أن أقف ها هنا قبل أن أذكر المعاني، قبل أن أذكر المفاهيم لهذا اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، أحببت أن أقف على لفظ للنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإيقاظ صواحب الحجر، أي النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد صح في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة محمر الوجه من الفزع وهو يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الكنوز، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والحديث روي بأشكال مختلفة كلها تقريبا صحيحة، وقد ورد لهذا الحديث معنى آخر مقارب له، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام فيما روته عنه أم سلمة أيضا في الصحيح أنه استيقظ ليلة وهو يقول في بداية الحديث الطرف الأول العبارة نفسها: لا إله إلا الله، سبحان الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من سد يأجوج قدر هذه. قال الراوي: وعقد عليه الصلاة والسلام عشرا، أي أنه عقد أنامله العشر أصابعه بشكل جعلهن قبضتين، فكأنه عليه الصلاة والسلام يمثل للحجر أو للطوب من حيث الحجم الذي ثقب في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله في القرآن العظيم مما قرئ قبل قليل. وقال شراح الحديث إن معنى ذلك أن هذا الثقب الذي حصل فنتج عنه ثقب في الجدار كان أول ثقب وقع في تلك الليلة التي رأى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى
يعني مذ بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج وهو قائم، لا يستطيع هذا الجنس من الخلق يأجوج ومأجوج أن ينقبوه ولا أن يثقبوه إلى اليوم الموعود الذي قدره الله عز وجل. وكانت بداية ذلك، البداية الأولى، فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه في عهده عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنه إذ ثقب الجدار في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فلن يزال بعد ذلك يزال منه ثقبه. نعم هو شديد، بني بالقطر وزبر الحديد، قطر هو النحاس الذائب وزبر الحديد، وكان فيه ما كان مما مكن الله فيه لذي القرنين وجنوده من المتانة والقوة. ولكن لما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تفعل فيه ما فعلت قدر عقد 10 من الأنامل، فمعنى ذلك أنها لن تزال تثقب منه وتثلم منه إلى أن يأتي أمر الله فتفتح آنئذ يأجوج ومأجوج. وقديما قال الشاعر: إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذن يبصر ما لا نبصر ويسمع ما لا نسمع، فأشار بذلك إلى أن القلب يجب أن يستيقظ لمثل هذه الأحداث ولمثل هذه الأحوال. فقال: أيقظوا صواحب الحجر. النساء أمهات المؤمنين النائمات، النوم الطبيعي أمر بإيقاظهن لصلاة الليل، ولا يستيقظ البدن للصلاة ليلا أو نهارا إلا إذا استيقظ القلب قبله، فإنما يقظة البدن من يقظة القلب، وإنما نوم البدن من نوم القلب. فلو استيقظ شخص بدنه ولما يستيقظ قلبه فهو نائم، وإن مشى في الطرقات وباع واشترى في الأسواق فهو نائم غافل يغط في نوم عميق، غافل غير يقظ. فاليقظة في حقيقة الأمر إذن حدث يقع بقلب المؤمن. ولذلك أخذنا بدلالة الإشارة أو ما يسمى بالتفسير الإشاري والشرح الإشاري الحديث النبوي الصحيح: أيقظوا صواحب الحجرات، أن يتم إيقاظهن ليجدن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف. أما أن يستيقظ الإنسان هكذا ليجلس أو ليتكلم أو حتى ليصلي ولا يجد في قلبه ما يجد الخائف من ربه حقا، فلا يزال بينه وبين اليقظة مسافة. فاليقظة إذن منزلة إيمانية. وثبت هذا المعنى بحديث آخر صحيح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه المعاصرون كما صححه الأقدمون، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مفهوم هذا المعنى: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أط يئط أي حدث له صوت من شدة الضغط. لما يجلس شي إنسان على شي كرسي، ذاك الكرسي ما شدش راسه مزيان، كتسمع الكرسي دار صوت، أو النخلة أو الشجرة حينما تتعرض لعصف الريح تئط، كدير ذاك الصوت كتزيط بحال الباب، الصوت بشدة الضغط. فالسماء أطت وحق لها أن تئط، بما؟ بشدة الضغط، مثقلة. فقال عليه الصلاة والسلام تتمة للحديث: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. عجيب، السماء متزاحمة بالملائكة السجدة لله الواحد القهار أبدا دائما، وضعوا جباههم ساجدين لله الواحد القهار. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الصعودات جمع صعيد، والصعيد هو الوطية بحال المصلى اللي نصلي فيه في الأعياد، صعيد جمعه صعودات. والإنسان المسلم حينما يفزع يخرج إلى الصعودات كما في
صلاة الاستسقاء نخرج إلى الصعودات، وكذلك في صلوات الخسوف والكسوف نفزع إلى الله نجأر، والجؤار جعر يجأر جؤارا هو الصياح بكاء ودعاء استغاثة بالله الواحد القهار، يجأر إلى الله يصيح ويبكي خوفا من الرب العظيم ومن عقابه القريب، نعوذ بالله من عذابه وعقابه. ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش. الرجل تأتيه شهوته إلى زوجه وكذلك الزوجة إلى زوجها، لكن عند الفزع يذهب منه كل شوق إلى ذلك. إذا تخلع الإنسان شيخ العفو بالقياس نهاية لا يستطيع ولا يجد نفسا تقربه من زوجه ولا الزوجة من زوجها. فكذلك بل أعظم من ذلك، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فما بالك بزوجها آنئذ؟ هي ذهلت عن رضعها، فما بالك بزوجها آنئذ؟ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نعوذ به من عذابه عز وجل. فهذا الجؤار الذي يحدث بالقلب يحدث بعد علم، لو تعلمون ما أعلم، وإنما يحدث العلم للمستيقظ، أما الغافل فلا يرى شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الأساليب يوقظ صحابته، هو كان يتحدث مع الصحابة ماشي مع يعني الكفار أو الغافلين من الناس، مع صحابة مع خيرة الصحابة يذكر لهم ذلك. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلت العلم شرطه الاستيقاظ، لأن لناس عمر العلم ما يوقع بقلبه، وإنما يقع العلم بقلب المستيقظ. ولذلك قال عز وجل في محكم كتابه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عجيب فعلا، نص القرآن واضح في معنى اليقظة، آيات دلائل الحق دلائل العظمة دلائل الهول دلائل الخوف كثيرة في الأرض وفي نفسك وفي السماء فوقك قريبا منك صباح مساء تمر عليها وتمر عليك ولا تبصر فيها، لأن القلب نائم غافل. الشمس تشرق كل يوم أليس كذلك؟ بلى. وتغرب كل يوم أليس كذلك؟ بلى. آية، وإنها من أعظم الآيات أن تشرق الشمس عليك بشكل عجيب لو تأملت وتفكرت، وتغرب عليك بصورة غريبة لو تأملت وتفكرت، انعكاس أشعتها على الغيوم وإحداث الشفق، هذا المنظر الرهيب العجيب الذي يصنع كل يوم نهاية الكون كيف تكون ونهاية النفس كيف تكون، وقليل من الناس يبصر ذلك، ينظرون إليه ولكن لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذا ضد اليقظة. لو استيقظ لرأى ولسمع، وإذ يرى ويسمع ينتكس القلب، ينتكس إلى حزن وإلى غربة. يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غربة، يضحك نعم ولكن ضحكة الغريب، وما أدراك ما ضحكة الغريب؟ من لك كل إنسان قد أصيب بحزن عميق أو في مكان بلد غربة، ما هو من أهل البلد بعيد عن أهله وأصفيائه وبنيه، يحزن لكن قد يصرى عنه من حين لآخر، مرة يشوف شي منظر ولا دوك الناس اللي راه مرافقينه ولا ديك البلاد الغريبة اللي راه خدام معهم أو جالس معهم أو مجلي بيناتهم كيديروا شي حاجة كيضحكوه، فيضحك ولكن تضحك الشفتان وتبرز الأسنان والقلب على كمده، لأنه غريب. عمر الغريب ما يضحك الضحكة الحقيقية. ولذلك المؤمن حينما يدرك أنه في الأرض غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإن ضحكه فيها إنما يكون على وزان غربته، لأنه يرى ولأنه يبصر، أو ببساطة لأنه يقظ. وعجيب من اللي تشوف الشباب بل الكهول والشبات والنساء يقهقهن ويقرقرن
في الشوارع والمقاهي والأزقة، ماشي يعني راني نعيب على اللي يضحك، لا ما هذا المراد، ولكنها ضحكة المعجب بنفسه، عاجب حاله، ضحكة الدلال الزائد الغافل البعيد عن الله عز وجل. هذا لم يعرف لليقظة سبيلا، هو في الغم والهم وفي الشقاء والكعداء الظلماء ويضحك، لأنه لا يدري أين هو. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله كما قال المتنبي قديما، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، وتنعم الجاهل إنما هو عليه لا له، بل هو عذاب على عذاب وشدة على شدة، لأن ذلك لا يزيده إلا ضلالا ولا يزيده إلا غطيطا في نومه وفي غفلته، لأن ذلك المرح الزائد وذلك الدلال الذي يدل على فراغ البال من أي هم من هموم الحياة والآخرة، إنما يدل على أن هذا النوع من الناس يشرد ولا يزال يشرد بعيدا عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قام في اتجاه صحيح، وهو بذلك أي ذلك الشارد يزداد بمرحه وبفرحه، والله عز وجل لا يحب الفرحين. هذا الفرح ماشي الفرح بمعنى السرور الذي يقع بالنفس حينما تسمع أخبار الخير أو تتنعم بنعم الله، ولكنه فرح التكبر والكبر والكبرياء، هنالك قصد لإبدائه، في واحد النوع كيبغي يتنفخ على عباد الله بالضحك وبالقهقهات، فهو يستبطن كبرا وغرورا وجهلا، وكل ذلك دال على أن هذا القلب مشمع مختوم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، مختوم، مختوم بالذنوب، مختوم بالسيئات، مختوم بالضلالات والجهالات. وعلى المؤمن إذن أن يطرق باب قلبه، دق عليه الباب، فيقوا من وهدته، فيقوا من غفلته، فإنه إذا استفاق وصل إلى سمعه نداء الرحمن، وصل إلى سمعه نداء الرحمن فاستجاب وأجاب، وما دام في غفلته فإن نداء الله لا يصل إليه. المؤمن إذن مطالب بهذا، بطرق باب القلب لإيقاظه حتى تحدث له هذه اليقظة التي بها يتوب وبها يثبت على توبته وبها يسير إلى ربه حتى يلقاه رضيا مرضيا. من أسباب اليقظة، حتى لا يبقى الكلام عاما، لابد أن نبين أسبابه التي إن أخذ بها استيقظ القلب بصورة تلقائية. من أهم ذلك التفكر، تفكر وهو من أولى وسائل الإيقاظ للقلب، من أولى الوسائل تفكر، وهو الذي أمر الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يأمر به الكفار، لكن الكافر بعيد عن الدين، فلو قال له اقرأ القرآن هو لا يؤمن بالقرآن، لو قال له تفكر في خلق السماوات والأرض هو لا يؤمن بأن للسماوات والأرض خالقة، فقال له قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تفكر فيما؟ تفكر في حقائق الحياة، ليس شرطا في ذلك أن تبحث عن خالق الحياة، شيء جميل ومهم، ولكن قبل ذلك هنالك مرحلة يسمونها النظر الأول. اسأل من أنت، أو بالأحرى ما أنت، ما لغير العقل، ما أنت وللتجهيل قبل أن يكون لك عقل، قبل أن يكون لك وجود مدرك يشعر بالحياة، هذا الوجود الذي استحق من قبل أن يكون من، ما كنت قبل ذلك، أي شيء، أي وجود، أي حقيقة. حاول أن تصل بعقلك، ستصل إلى العجز المطلق، والعجز هو بداية الطريق الصحيح، حينما تشعر بالعجز ذلك بداية الطريق الصحيح. ولذلك نبه الله على هذا المعنى في القرآن في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما فكرت في ذلك يوما؟ وجب أن تفكر، فكر في الحياة قبلك وفي الحياة بعدك، فكر في هذا، كيف كانت الحياة قبلك؟ أنت للحياة معنى بوجودك في نفسك، منين كيجيك المعنى ديال الحياة؟
لأنك موجود فيها، تشعر بها وتجد لها ذوقا ومعنى لسبب واحد، هو أنك أنت موجود فيها. ما معناها حينما لم تكن أنت فيها؟ كانت محتاجة لك الحياة، طبعا ما كانت في حاجة إليك، فقد كانت الحياة قبل أن تكون أنت متدفقة في الأرض جارية كما أمر الله. أنت طارئ على الحياة، غيزيد، أنا وأنت غيزيد، فنقصاننا لا ينقص من علم الله ولا من عظمته شيئا، وزيادتنا لا يزيد في ملكه ولا يعطي لذلك شيئا منا أبدا ولا شيئا، بل وجودنا بعض عطائه وجزء من منته سبحانه وتعالى، عدمنا بأمره ووجودنا بأمره، كن فيكون. ما الحياة بعدك؟ ستستمر، لا تفقد شيئا حينما يموت الإنسان، أنا أو أنت أو أي شخص، لا تفقد الحياة شيئا، تستمر. ولذلك من جهل الإنسان وشرهه ما يشبعش أنه يخطط للحياة بعد موته فيما يظن أنه إليه ويعود إليه، غلط. صحيح أن تخطط للحياة بعد موتك، لكن حياتك أنت في قبرك، صحيح هو موت لكنها طبقة أخرى من الحياة، حياة النفس وإن مات البدن، ثم حياة البدن بعد البعث. خطط لهذا، سبحان الله العظيم، لما كيغفل القلب عن هذا المعنى كتلقى شي أب رفض الهم لولادو بالشكل اللي ماشي شغله، كاين اللي شغلك وكاين اللي ماشي شغلك، وبزاف ديال الناس كيخلي شغله وكيمشي يدير الشغل ديال رب العالمين، شغله هو ما داروش وشغل رب العالمين كيدحس يديرو، هو عمرو ما يديرو، لأن الله عز وجل لا يترك عبدا يتدخل في سلطانه وأمره ونهيه، فإن فعل فبقدره، ولا يكون آنئذ إلا آثما، كما يقع في التركات مثلا، تركات ديال مواريث، الأب رفد الهم البنات غادي يهيفوا عليهم الدراري، نكتب لهادي التلوت وندير لهادي وندير لهادي، ذلك من أمر الله، أولم يسطره الله عز وجل في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما يدريك أن ذلك الفتى من أبنائك الذي تعتبره الآن فاسقا بذهنك وبظنك قد يصلح غدا ويكون من الصالحين، وتكون أنت قد تدخلت في قسمة الله فوزعتها على غير وزانها وظلمت ابنك. كيبدا الإنسان يبني على عقله، ورب العالمين بنى على علمه سبحانه وتعالى. ولذلك قلت وجب عليك أن تفكر في الحياة بعدك، ما ينقص، لا ينقص شيئا، فإن حاولت أن تتدخل فتفسد من حيث لا تصلح، وتدخلك رغم ذلك يكون جزئيا ضعيفا، ثم تموت أسرتك وتبيع ما كان لديها من تركة أو تأكله أو توزعه أسر أخرى تأتي بعدك، وتختلط الدماء، البنات مشاو داو رجال أخرين، هزوا أسماء عائلية أخرى، الأولاد داو نساء أخرين مشاو استخلوا بطريقة أخرى، وتوزع كل شيء، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. حدك بين تاريخ ميلادك وتاريخ وفاتك، هذا الميزان ديالك، هذا المعبر ديال كل إنسان. فلو تأمل الناس هذا فعلا بقلب يبحث بنية صادقة لاستيقظوا، ولو استيقظ الإنسان لوقر العلم بقلبه، غير يفيق بنادم سبحان الله العظيم بحقائق الحياة وبحقيقة نفسه يفزع ويوجل، فإذا فزع ووجل بدأ العلم يقع بقلبه من لدن الرحمن. إذا قرأ القرآن أو تدبر الكون ونظر في الكائنات أو نظر إلى نفسه أو نظر إلى النعم السابغات عليه، ذلك باب من أهم الأبواب ومسلك من أهم المسالك لإيقاظ القلب. تفكروا في أنفسكم، فيما حولكم، في الحوادث التي تجري حولكم وفيكم، فإنها طرقات تدق القلب من حين لآخر، ولو أدمت التفكر لكان معناه إدامة الطرق على القلب حتى يقوم. المسلك الثاني التدبر، والتدبر إنما هو للقرآن. أغلب المسلمين قرأوا القرآن قليلا أو كثيرا، قليل تلقى عمره ما سمع بآية، نادر جدا مثل هذا، ولو في الطريق غير دايز يسمع شريط. كلمة من القرآن جديرة بأن توقظك، كلمة واحدة ماشي آية ماشي صورة، كلمة جديرة بأن توقظك لو تدبرتها.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أطرق قلبك بتدبر القرآن، بتدبر آية، والتدبر إعمال الخاطر ووجدان النفس والفكر في مآلات الآيات. مآلات الآيات يعني الآثار ديالها، الآثار ديالها في نفسي وفي الحياة وفي الكائنات. أبسط الآيات من القرآن، خذ سورة الفاتحة التي قلما تغيب عن ذهن مسلم يصلي، فكل من يصلي فهو يقرأ الفاتحة، وكثير ممن لا يصلي يقرأ الفاتحة. سورة الإخلاص، المعوذتين، في ذلك كله من العلم قناطير مقنطرة لا يحصيها عد ولا كتاب ولا قرطاس. ماشي العلم لتأخذ من التفاسير، شيء مهم أن تأخذ العلم من التفاسير، ولكن علم أحوال القلب وأحوال النفس وأحوال المجتمع، حقائق تدبرية ليتدبروا آياته. ولذلك جاء التدبر مرتبطا بالقلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وما القلب؟ القلب خزينة الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. خزينة الإيمان إما عامرة وإما فارغة والعياذ بالله. تأمل آية، خذ آية من كتاب الله، عيش معها، قرأها، نعس عليها، نعس عليها وانفق عليها أياما، هذا تدبر. عيش معها، حاول أن تبحث عن مظاهرها إثباتا ونفيا في نفسك، إذا حضرت كيف تكون وإذا غابت كيف تكون. ثم بعد ذلك مطالعة النعم، سبب آخر ومسلك ثالث يوقظ القلب، مطالعة النعم. ومطالعة النعم أن ترى بعين البصيرة نعم الله عز وجل تترى في الكون قبل أن تكون، وفي الكون عندما تكون، وفي الكون من بعد ما تزول ولا تكون. نعم الله عز وجل متدفقة كالبحر، تحيطك من كل مكان، خلقة وهداية وإطعاما وحفظا إلى غير ذلك مما لا يعده لسان ولا يحصيه قلب. مطالعة النعم، ومطالعة النعم تقود من لم يفقد فطرته ولم تمسخ سريرته، تقوده مطالعة النعم إلى الرغبة في الشكر. لما تشعر وتبصر بأن الله يعطيك، بأن الله ينعم عليك، أنعم عليك بالإيجاد وخلقك، فوجب أن تكون عبدا لمن خلقك، وجب أن تكون خادما لباب من أبدعك وأنشأك ولم تكن شيئا مذكورا. تشعر بالرغبة الصادقة، صدقني إذا تأملت هذا، تشعر بالرغبة الصادقة في شكر الله، وكلما شكرته ازددت شوقا إلى شكره، لأن الشكر يقودك إلى اكتشاف جديد لنعم الله، فتزداد شوقا إلى شكر الله. كيف ذلك؟ المسلم حينما يصلح حاله شكره في صورة، وقبل أن يصلح حاله شكره في صورة أخرى. كيف؟ إنسان مذنب، تائه، ضال، استيقظ بفعل من الأفعال لسبب من الأسباب، فجاء تائبا إلى الله عز وجل يعبد الله ويشكره أن أنعم عليه وأن نجاه من ضلاله، هذا معنى. ولذته لذة حينما تشكر الله وتحمده سجودا وركوعا وسعيا إلى الخيرات والصالحات، تشكره على ما أن هداك وأن جعلك من الصالحين. ثم بعد ذلك تجد للشكر لذة أخرى، ليس لأنه هداك فقط، لا، هذه حصلت، ولكن الشكر نفسه حلاوة وجمال. الشكر نفسه، الصلوات جمال، الوضوء جمال، سكينة، راحة، السعي إلى المساجد لذة، الصوم والإحساس بالجوع في الصوم جمال وسكينة. فتجد أن الإسلام في ذاته جمال ولذة، فلا تشكر الله على أن هداك وحسب، بل على أن هداك وأن جعل شكرك له يحتاج إلى شكر، تشكره أنك تشكره. عجيب. فلا يزال العبد في شكر كلما شكر الله، ولا يزال ربك يزيدك كلما زدت، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لأزيدنكم بالمعنيين، لأزيدنكم من النعم التي شكرتم من أجلها، ولأزيدنكم تمتعا ورغبة وشوقا في الشكر، وهذا أعلى مراتب الإحساس وأعلى درجات اليقظة. أعلى درجات اليقظة، أن حتى اليقظ ماشي بحال واحد بحال آخر، كما هو في قياس يقظة النفس
في البدن. اللحظة اللي عاد فقت من النعاس فيها ماشي بحال اللحظة اللي ركدت مشى فيها من بعد اليقظة، وماشي اللحظة اللي ركدت مشى فيها من بعد اليقظة كاللحظة التي تتوضأ فيها، اختلف. وليس هذا كيقظتك وأنت تصلي متوجها لله الواحد القهار، فاليقظة في نفسها مراتب أيضا. ولذلك قلت كانت منزلة من منازل الإيمان، منزلة تستيقظ وتستيقظ وتستيقظ ولا تزال تستيقظ كلما طرقت قلبك حتى تكون من الذاكرين وتكون من المقنطرين بسبب علو شأنك عند الله وبسبب شدة قربك من أعتابه العليا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، وتلك درجة المحبة أو منزلة المحبة. ولا يصل درجة المحبة إلا من وصل قلبه من اليقظة أعلى مراتبها، فكان شديد الإحساس، لأن ما معنى فيق كحس، شديد الإحساس. والإحساس كما ذكرت مراتب، كاين اللي يحس ولكن بعد فوات الأوان، وكاين اللي يحس ولكن بقدر معينين من الإحساس لا بأدق مراتبه. وذلك يقع في دقة الملاحظة للآيات والسور، ودقة الملاحظة للعبارات النبوية، ودقة الملاحظة للكون، ماشي بالمعنى الفيزيائي ولا بالمعنى العلمي الضيق الرسمي للكلمة، يعني في كتاب الله بمعنى أنه عليم دقائق البلاغة والنحو والتقديم والتأخير، لا أبدا، وإنما حساس شاعر بأثر الكلمات في قلبه حينما يقرأ قول الله عز وجل مثلا الحمد لله رب العالمين، يشعر بلذة الحمد. كملنا من تفسير، الآن شعورك بهذا المعنى يجي مفسر مثلا ممن لم يستيقظ قلبه، وهذا النوع مع الأسف موجود، يتحدث في العلم الليل حتى الصباح، ما يسأل الخزين ديالو من العلم، ولكن ما حظه من الحمد صفر، هذا نائم غافل. وليس هذا المقصود منه ذم العلم إطلاقا، العلم شريف ولا يعبد الله إلا بعلم، ولكن المقصود أساسا أن هذه المعاني متاحة للعلماء ولغير العلماء، باش ما يبقاش بنادم يفكر يقول لي ودقة الملاحظة للقرآن ودقة الملاحظة للحديث خصني شحال نقرأ، لا ما خصكش تقرأ بزاف، يكفيك من العلم ما تعمل به اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، تمسلم ما خصو يجهلو، وبعد ذلك تتبارى القلوب في المسابقة إلى المعاني الوجدانية النفسية التي هي آثار الكلمات على القلب إيمانا زيادة ونقصا. هذا المعنى، كي اللي يشوف الشجرة ويشوف الزهرة حلا شاف التراب زيد نقص، واش خصو العلم باش تقول له ودي هذه راها نوارة أو زهرة، اطلاقا إحساس ميت جاف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجد نبتة أو بقلة، بقلة حال واحد جدير ديال النعناع ولا ديال القصبور ولا ديال المعدنوس ولا ديال الخص، بقلة تسمى بقول، بقلة أو نبتة، فأخذها عليه الصلاة والسلام وقبلها ورأى جبل أحد، جبل أصم أبكم حجر، فقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة، حجر قاسي، وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. إحساس بالكائنات، بأخوة الأشياء، أخوة، يحس بأن الأشياء الموجودة في الكون تربط بينها وبينه أخوة في الله، أو ليس هو سائرا إلى الله؟ بلى، وكذلك هي سائرة إلى الله، تعبد الله بعبادته هو ربه، وكل في فلك يسبحون، الإنسان سابح أيضا إلى ربه، سابح إلى ربه عبر فلك الأرض وعبر فلك النفس، سابح، والذي لا يرى أعمى، ما عندك ما تدير له، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. درجة الإحساس بالأشياء تكتسب، ما كيتزاد شيء الإنسان بها، هذه الأشياء ما كيتولدش بنادم بها، ولكن يتدرب عليها بتدقيق الملاحظة في الأشياء، ما تخليش العادة اليومية تقتل الإحساس ديالك وتبلده. تأمل في هذه البديهيات، راه تأملها تبدأ تعجب، تأمل في الماء الذي تشربه وقد ذكره الله عز وجل في القرآن غير ما مرة، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تأمل في الماء، ظاهره مركب فيزيائي أكسجين وهيدروجين، وحقيقته نعمة من أعجب نعم الله وأغربها، كتشدوا في يدك وتأمل فيه، سبحان الله العظيم، مادة عجيبة عجيبة، به تكون الحياة فيك،
وفي غيرك من الكائنات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبفقده يفقد كل شيء حياته ويكون من الموتى. ما الماء؟ لا لون له. ما الماء؟ لا طعم له. لذيذ ولا طعم له. عجيب، لا شكل له. ما الماء؟ لا أحد يعرف. ولذلك قالوا قديما العرب وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شو واحد سوله قال له شو هو الماء؟ فكره تاعي بغى يعرف الماء. الماء بديهي من البديهيات، من الأشياء البسيطة العادية في حياة الإنسان، وما عرف شيء يشرح له شنو هو الماء. قال له الماء وفكر وجهد، زعما خدم عقله واجتهد. قال له الماء هو الماء، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، وكل شيء في الحياة هو كذلك. ما النفس؟ ما النفس؟ هذا هو اللي كتدخلوا وتخرجوا. سهل ترجموا لي بكلمة ولا بجملة فيزيائية أو كيميائية، وصعيب شرحوا لي بالمعنى الوجودي والمعنى النفسي في قلب الإنسان. تلك حقيقته وذاك جوهره من حيث هو نعمة خلقه الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفكر ويدقق النظر ويجد للأشياء معاني غريبة، ولا يزال في تسبيح الله وفي ذكر الله لسانه بذلك رطب لا يفتر ولا يعيا عليه الصلاة والسلام. من ذكر إلى ذكر ومن شكر إلى شكر، يقظة ومناما، فما كان نومه عليه الصلاة والسلام إلا يقظة، ولم يكن أبدا نومه غفلة، وما كان كذلك قط عليه الصلاة والسلام. كان معلما من أعظم معلمي العالم، بل هو أعظم معلمي العالم. ما كانش كيوصل الأمة المعلومات يحفظها فقط، حفظ الناس المعلومات نعم، ولكن ليس فقط. ما كانش يكون طاقات قيادية وريادية فقط، نعم كون طاقات قيادية وريادية، ولكن ماشي تما وقف. كان يصنع الأذواق، وهذا أصعب مراتب التعليم. سول المعلم نعلمك شي حاجة نحفظها لك دابا، أجل كلمة جوج كلمة جوج حتى تحفظ. نكونك على شي حاجة شي خبرة تعرف تديرها في العلم ولا في الصنعة إلى عندي بشوية بشوية حتى تتعلم. نخليك تحس كما كان حسنا، صعيب صعيب جدا. أنت فرحان فرحني، صعيب. وإلى حزنان تحزني، صعيب. تجد لذة لطعام أنا لا أجده، تعيامة تقنعني راه ودي مفيد للبدن، راه مزيان للصحة، راه حلو، وأنا ما كيجنيش حلو. الذوق صعيب تركبوا لشي واحد في دماغه أو في القلب دياله والإحساس دياله. وكان سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الأذواق، وتلك أعلى مراتب التعليم التي ليس بعدها مرتبة. لقد كان بهذا القرآن وبالحكمة التي رزقها الله إياه يعلم الناس كيف يستيقظون، وإنما اليقظة ذوق وإحساس، كيف يطرقون أبواب القلوب ويوقظونها حتى تستشعر هذه المعاني. نحن في حاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى يقظة، لأننا لو استيقظنا فعلا لتبدلت حالنا. والزمان هذا الزمان بالخصوص هو زمان لا يستيقظ فيه إلا من أحبه الله، ولا يغفل ويشرد فيه إلا من أبغضه الله، نعوذ بالله. وقد تقارب الزمان فيه وحدث من الدلائل والأمارات ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن وتواترت معانيه في كتب السنن، أنه الزمان الذي هو بين يدي الحوادث العظمى، يوشك أن يخرج الدجال، يوشك أن تسرب إلينا يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، يوشك أن يخرج المهدي، يوشك أن ينزل المسيح عليه السلام، يوشك أن يقع كل شيء مما فصله النبي عليه الصلاة والسلام ونص على كثير منه القرآن العظيم. الذي يسمع أحداث الزمان ويرى ويبصر ثم لا يدرك إنه أعمى. ما عادت هذه الحقائق قابلة لتأويل آخر، بل هي ناطقة بنفسها عن نفسها. وإذا كانت حجرة قد ثلمت من سد يأجوج ومأجوج في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى على عهده ما تعلمون، فكم يكون السلم اليوم؟ لكن ديك الساعة حجرة طحت تقبو حجرة قدر قبضة، فكيف يكون السلم؟ شحال غيكون الغار وصل؟ أو ليس يكون قريبا فعلا؟ بلى 14 القرن هذه والزيادة وعمر إنسان. بعده إذ حدث النبي بهذا عليه الصلاة والسلام إذ قال ويل للعرب من شر قد اقترب. وعجيب التعبير، قال ويل للعرب. قال المفسرون شرح الحديث
قالوا العرب لأنهم يومئذ أول من أسلم. هذا التأويل اللي كان عندهم في ذاك الزمان، أي في الصدر الأول من الأمة في القرون الهجرية الأولى. ولكن الواقع الآن يفسره بصورة أخرى، لا تنقض تلك ولكن تكملها، لأن العرب اليوم مع الأسف هم بغير دين، بغير دين. ويل للعرب من شر قد اقترب، حملوا لواء قوميتهم بعيدا عن دين الإسلام، فكان أن أنذروا بالويل الذي اقترب فعلا. ويل للعرب من شر قد اقترب، عجيب. أما المؤمن فلا يكون إلا في مأمن، وإن وقع ما وقع وإن هلك مع الهالكين، لأن رواية من روايات الحديث قالت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هي رضي الله عنها تأسفت، كيف نهلك ونمشي ومعنا الناس الصالحين يعني اللي ما داروا والو؟ قال لها: نعم، القليل كيمشي في الكتير، إذا كان الكتير الشر ديالو غلب. وذلك قول الله في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كتضرب كل شيء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والمؤمن مطالب في يقظته بأن يجعر بنفسه إلى الله، وأن يجهد لإنقاذ محيطه، أسرته، أبيه وأمه، زوجه وابنائه، إخوته، أصدقائه، كل من حوله يجب أن يشتغل بهذا، عسى أن يكون من الناجين. لأن حجة الله على خلقه ليس فقط أنهم لم يؤمنوا، نعم أنهم لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا، ولكن حتى وإن آمنوا أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وقد صح في الحديث المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حينما يحاسب الرب عباده، يحاسبه على كذا وكذا وكيت وكيت، النهار الفلاني، الساعة الفلانية، درت درت، فعلت فعلت. إن الله لا يحاسب العبد يوم القيامة حتى يحاسبه سبحانه وتعالى عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. يعدد الله عز وجل مع عبده حوادث ونوازل عمره من بعد بلوغ مرتبة التكليف، كنت بدأ الحساب وتعلق بك الكتاب، من ثم فعلت كذا حسن، فعلت كذا سيئ، هذه السيئة بما محوتها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أم تركتها تغزل عليها أخرى، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قال: حتى يحاسبه وحتى يسأله. إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، النهار الفلاني جالس في الدار الفلانية وفيها المنكر، يشرب الخمر على المائدة وأنت جالس، تفعل الفاحشة قريبا منك أو حولك وأنت راض جالس، تشهد بعينيك وتسمع بأذنيك، تتفرج على أسوأ الكلمات وأسقط العبارات بينك وبين أهلك على التلفزيون وأنت منشرح، تفعل وتفعل وتفعل، يقع المنكر في زوجك، في بنتك، في ابنك، وأنت راض ساكت حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا ربي رجوتك وفارقت الناس. يعني كيقول العبد إذا كانت عنده الحجة، إذا أعطاه ربي شي حجة كتكون كالتالي، كيقول: يا ربي ترجيت رحمتك، وهذاك بنادم اللي كان كيدير المنكر خفت منه، رجوت رحمتك وفارقت، أي خفت من الفرق وهو الخوف الشديد، وفارقت الناس. ولكن ما يقدرش أي واحد يقولها إلا الذي فعلا رجى رحمة الله وأدرك يقينا أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيؤذيه أذى لا يتحمله. هذه الساعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما غاديش تكذب على رب العالمين ولا تقدر تكذب عليه، تقول له: يا ربي راه فلان خلعني، وانت انت كنت كتخلعه. وقد ذكرت قبل أن الذي يمنعنا غالبا في كثير من الأحيان اللي كيمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماشي الخوف من الناس، لا،
الخوف من نفوسنا. كيف تخاف من نفسك؟ انا كنعرف فلان كيدير المنكر، انا شفتو دابا في الطريق، غادي نمشي نقول اللهم ان هذا منكر، حشوم عليك صاحبي هذا ماشي معقول كذا، انا عارفه ما غاديش يضربني، قدرت الحال ما غاديش يضربني، ما غادي يدينيش للحبس، غايقول لي واش انت سوقك ما رضاش. هذا هو منين خايف من نفسي ما راضيش نسمع كلمه قبيحه. فالذي يفزعني ليس هو بل نفسي المتكبره، ما ترضاش تسمع كلمه لوم، ما ترضاش تسمع كلمه ايذاء نفسي في الله. كبرياء ما كانش يقولوا خبر خفي في النفس، حب للذات ما خصكش النفس ديالك تمسس ولا نقطه ديال التراب. وكان محمد بن عبد الله سيدنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام يسمع من الأذى من المشركين ما تتشقق له السماء وتنهد له الجبال، ويصبر، يصبر في الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فكان سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، واليقظة التي كانت في قلبه كانت أعظم من أن يشعر بإيذاء السفلة. لو أعلم ما تعلمون، كان يعلم ما لا يعلم الناس، وكان يرى ما لا يرى الناس، وكان يسمع ما لا يسمع الناس، كان يقظا، كان محدثا ومخاطبا، كان موحا إليه عليه الصلاة والسلام، وكان قلبه في أعلى وأرفع درجات الاستيقاظ والاستعداد. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك. من منا إذن يستجيب لهذا المفهوم اليقظة؟ من منا تتشوق نفسه إلى هذه المرتبة؟ من منا يعقد العزيمة والإرادة لتسلق مدارج هذا المنزل العظيم اليقظة، فيكون حاله أيقظوا صواحب الحجر، يقولها لنفسه، لا أقول لقيام الليل ولكن للصلوات الخمس فقط، يوقظ قلبه لهذه الصلوات ويستعد لها استعدادا، يقولها لزوجه، يقولها لأبنائه وبناته في شأنه ومنزله، أيقظوا صواحب الحجر، يخاطب بهذا المعنى وليس بالضرورة بهذا اللفظ. المعنى معنى اليقظة أن يبادره ويدع زوجته تغط في نومها ظاهرا وباطنا ليس بمستيقظ حقيقة، أن يغفل عن أبنائه وبناته بعيدا عن الصلوات شاردين عن الجماعات والمساجد والخطوات، فليس في حقيقة الأمر بمستيقظ، لأن المستيقظ يدرك هول الأمر ويستجيب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يستجيب لهذا، فحينما يدرك أن النار محيطة وأن الشر قريب فهو يوجل، وأعز ما لديه بعد نفسه أبناؤه وزوجه، فيبادر إلى إنقاذ ما بقي منهم أو إلى إنقاذهم جميعا، وبذلك يكون قد خرج من النظارة إلى البشارة، ويجد لذة اليقظة في نفسه وفي بنيه، فتتضاعف أحاسيسه باليقظة، لأنه حينما يرى زوجته قائمة تصلي وبسببه، أو حينما ترى زوجها قائما يصلي وبسببها، تجد لذة أخرى من غير اللذة الأولى التي تحدثنا عنها، أنك تشكر فتجد لذة الشكر على النعمة، ثم تجد لذة الشكر على الشكر، ومرة أخرى تجد لذة أن صلى فلان بسببك، وقام الليل فلان بسببك، وتاب إلى الله فلان بسببك، تلك لذة لا تنقطع أبدا إلى يوم القيامة ما دام ذلك الإنسان يعبد الله على صراط مستقيم. أنت كنت من وضعته عليه أول الأمر، ليس هذا في حاجة إلى علم غزير ولا إلى كلام كثير، ولكنه في حاجة إلى صدق مع الله عميق. إذا صدق القلب انطلق اللسان، ليس بالبلاغة والفصاحة، لا، انطلق بالصدق، انطلق بالمحبة، بالإحساس، بالشفقة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تشعر بهذا وأنت ترى جماعات الناس في التيه في الضلال المبين، يركضون ركض البغال في الظلمات وفي الطرقات، يسابقون إلى الشهوات وينهارون بذلك خريفا بعد خريف في نار جهنم والعياذ بالله، وأنت قريب منهم تخشى على نفسك. ولا أمن لك إلا بتأمين محيطك. اللي عنده الأمان حقيقة، ماشي اللي هو فيه الأمان، لا،
فيه الأمان والمحيط دياله أمن. أما إلى دارك فيها الأمان والجيران شعل فيهم النار، غدتش على في دارك النار، وجب عليك تطفي النار ديال جارك باش ما تشاير النار في دارك. ولذلك أمن نفسك وأمن محيطك، تكون آمنا حقا ومستيقظا صدقا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك وأنعمك من الحامدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.